بسم الله الرحمن الرحيم، أنا معاذ مرار. في هذا المقطع راح أعمل تصميم لمضمار سباق سيارات سريعة باستخدام برنامج السيفل 3D. راح أعمل التصميم والموديلينج باستخدام البرنامج، وبعدها راح نعمل أنيميشن وإظهار للتصميم اللي طلع معنا باستخدام برنامج الأوتوديسك فيكل تراكينج. عندي في هذا الملف خطوط أوتوكاد بمثل خطوط الكونتور للأرض الطبيعية. راح أنشئ سطح create surface وراح اسمي السطح NGL natural ground level، وراح ادخل خطوط الكونتور على السطح. هيك عملنا السطح. راح اخفي خطوط الكونتور الاوتوكاد بحيث يظل عندي السطح كاسب ال 3D. هذا هو السطح للارض الطبيعية اللي راح يكون بداية شغلنا عليه. بداية راح أرسم السنتر لاين لمضمار السباق. راح يكون بداية سيركل راديوس 100. راح أعمل لهاي السيركل كوبي، راح أخفي خطوط الكونتور للسطح. راح أعمل تو تانجنس للتو سيركلز اللي رسمتهم. ولكن راح أقطع هذا الخط بالنقطة المنتصف، لأن بدي الألايمنت يبلش عندي كستيشنز من هاي النقطة ويمشي بعكس عقارب الساعة. راح أحذف الخطوط الداخلية، راح أعمل جوين لكل الخطوط. راح أبتدئ بهذا الخط وأعمل جوين، أعمل سلك لكل الخطوط وأعملهم جوين. راح احول هذا السنتر لاين لالايمنت، راح اضغط create alignment from object enter. راح اسمي الالايمنت R1. راح اختار ان يكون all labels. بخصوص الديزاين كرايتيريا راح ابقى على design speed 100. راح اعمل تيك على use criteria based design. بخصوص الكرايتيريا فايل راح اختار ان يكون سبل 3D متريك 2018، والمينيمم راديوس تيبل راح اخذها يكون 12%. انا معني ان يكون السوبر الفيشن عالي جدا، لان السيارات سريعة راح تمر على الكيرفات. راح اضغط اوكي. مثل ما احنا شايفين هي عملنا الالايمنت وحط عليه الستيشنز، واللي هو بمثل الالايمنت او السنتر لاين لمضمار السباق اللي راح اشتغله. من هذا الالايمنت راح ارسم البروفايل، بروفايل الارض الطبيعية. هذا هو بروفايل الارض الطبيعية. راح اغير شوي في ستايل بروفايل الارض الطبيعية لحتى اظهره بشكل افضل. راح اخذ الكاستم سكيل 200، راح اروح على الجريد وراح احذف كل الخطوط اللي فوق البروفايلات. كذلك راح اخفي الازاحة الجانبية على الاطراف. راح اوطي في الداتم للبروفايل فيو حتى يظهر عندي الارض الطبيعية هان بشكل افضل. راح اختار يوز سبيسيفايد هايت، راح اخذها 550. اوكي، هيك ظهر عندي بروفايل الارض الطبيعية بشكل افضل. راح نرسم البروفايل التصميمي، راح اسميه ديزاين بروفايل. اوكي، راح اخذ draw tangents with curve. راح اختار اي نقطة، مثلا هاي النقطة. راح يكون عندي البروفايل التصميمي عبارة عن two curves بينهن tangents. اولا راح يكون عندي ساق، والكيرف الثاني راح يكون عبارة عن كريست. ولكن لان المضمار عبارة عن لوب، فنقطة البداية ونقطة النهاية لازم تكون نفس الليفل. كذلك لازم تكون مشبوكة بنفس الميلان.
فهي هيك بشبكهم بنفس الليفل. راح اخذ الميلان يكون عندي ماينس 2.5. كذلك في النهاية راح يكون عندي برضو ماينس 2.5، وما بينهما ممكن اني اعمله كيف ما بدي. راح اوسع في الكيرفات، هيك عندي البروفايل التصميمي جاهز. راح نعمل تصميم السوبر إليفيشن للمضمار. راح اختار الالايمنت من قائمة سوبر إليفيشن، راح اختار كالكوليت سوبر إليفيشن. المضمار راح يكون عندي ايلاند ديفايدد بلانر، كذلك سنتر لاين بيس. الهاي سايد لوكيشن راح تكون عبارة عن الرايت، لاني انا بدي تكون المنطقة العلوية دائما هي منطقة الرايت، والمنطقة السفلية تكون هي من الداخل. اللينز ما راح اغير فيها. الشولدرز راح اختار انه يكون النورمال شولدر سلوب 2%، والاتينمنت راح ما راح اغير فيه، ولكن راح اعمل تيك على الاوتوماتيك ريزولف اوفرلاب. فينيشت. راح اظهر السوبر اليفيشن فيو. مثل ما احنا شايفين الماكسيمم سوبر اليفيشن عندي 12%. عندي شوية مشاكل في السوبر اليفيشن بما يتعلق بالسوبر اليفيشن للشولدر عند بداية ونهاية الالايمنت، راح اعدلهم بشكل سريع. راح اضغط على السوبر اليفيشن فيو، راح اختار اوبن تابولر اديتر، راح اختار اد ستيشن مثلا 30، راح اعمل لاين عند 2%، راح ارفع في السوبر اليفيشن، راح اخلي السوبر اليفيشن مكمل عند حد بداية الالايمنت. فهيك اختفت عندي المشكلة. نفس الاشي في النهاية، راح اضيف برضو نقطة واعدل بناء عليها. راح اختار عند 1130، 1130، هيك عمل لي نقطة. برسم بولي لاين وبرفع في السوبر اليفيشن في المنطقة، بعمله انه يكون مكمل عندي للنهاية. فهيك انضبط عندي السوبر اليفيشن عند البداية وعند النهاية. انا راح ارفع في السوبر اليفيشن، ما راح اكتفي ب 12%، راح اوصله ل 15%، لان عندي بعتبر ان السيارات سريعة، فراح ارفع في 3%. بعتبر ان السيارات راح تكون سيارات سريعة، ف 12% لا تكفي. برضو الكيرف الثاني راح ارفع على 15%. كذلك المنطقة السفلى من السوبر اليفيشن فيو برضو راح اوصلها ل 15%. برضو على الكيرف الاخر راح اوصله ل 15%. المفروض مع رفعة السوبر اليفيشن من 12 ل 15% اني ازيد في الرن اوف، مسافة الرن اوف للكيرفات، سواء عند بداية كل كيرف ونهاية كل كيرف، ولكن راح ابقي الوضع على ما هو، وراح اعتبر ان هيك السوبر اليفيشن عندي جاهز. راح نبدأ بتصميم الاسمبلي. راح اعمل كرييت اسمبلي، راح اسميه R1 اسمبلي.
اوكي بروح على قائمة لين، راح اختار لين سوبر اليفيشن. راح ابدأ بمنطقة الرايت، راح يكون الويدث عندي 5 متر، البيف 1 6 سنتي، بيس كورس بيف 2 0، بيس كورس 0.2، سب بيس ما بدي يكون عندي طبقة سب بيس، راح اعملها 0. وراح اختار سوبر اليفيشن رايت لين اوتسايد، اوكي هاي ابلاي اوكي. بعدها راح اروح على قائمة شولدر، راح اختار شولدر اكستنت اول، وراح اضيف شولدر، راح اعمل هان تو شولدرز. بداية اول شولدر راح اعمله 2 متر، راح اختار انه يكون الى سوبر اليفيشن رايت اوتسايد شولدر. من عندي من سب بيس دي لايت تايب، انا هذا الشولدر ما بدي يكون الى اي ميلان جانبي، فراح اخذ هولد سلوب ادجست ويدث، راح اعمل سلوب 0. راح اختار انه يكون في سوبر الفيت للسب بيس، والطبقات الاسفلتية راح تكون نفس طبقات اللين. راح اعمل لهذا الشولدر كوبي، ولكن هذا الشولدر راح اعمل له ديلايت. راح اخذ هولد ويدث ادجست سلوب، راح اعمل انه يكون عندي 1 متر طول الديلايت. بعدها راح اعمل الميول الجانبية، راح اخذ القط 0.4 والفل سلوب 1 لـ 2، ما بدي يعمل لي ديتشات في مناطق القط، فراح اعمل ان الباك سلوب والبوتوم ويدث والباك سلوب ويدث والفور سلوب ويدث كلهم 0. ابلاي اوكي. وبين التو شولدرز راح اضيف بارير، حيث بدي اعمل زي نيو جيرسي بارير. راح اعمل سيلكت لكل الموجود عندي، وراح اعمل له ميرور، ولكن راح احذف الشولدر والديلايت من هاي الجهة، لأن هاي الجهة بدي يكون عندي أنا ميول جانبية، ولكن هاي الجهة راح أعملها ساحة بحيث إن ما بدي يكون أي إشي من ناحية قطع أرادين، بدي إياه إن يكون عبارة عن ساحة واصلة للجهة الثانية، بحيث إن هاي يكون فيها قطع أرادم، ولكن كل هاي المنطقة الداخلية بدي إياها تكون عبارة عن ساحة موحدة رابطة بين كل المضمار. فمبدئيا راح أحذف كل الديلايت الموجود عندي في هاي المنطقة، ولكن طبعا راح أغير السوبر إليفيشن للعناصر اللي عملت لهم ميرور، لأن صرنا على الجهة الشمال، فراح أعمل للين ليفت لين أوتسايد اوكي. وللشولدر راح اغير السوبر اليفيشن لإله، فراح يكون عبارة عن ليفت اوتسايد شولدر. هيك عندي الاسمبلي جاهز. بنروح الكيت على انشاء الكوريدور، راح اعمل كرييت كوريدور، راح اسمي الكوريدور R1 كوريدور، الالاينمنت R1، البروفايل ديزاين بروفايل، والاسمبلي R1 اسمبلي اللي انا عملتها، والتارجت سيرفيس راح تكون عبارة عن ال NGL اوكي. راح اخذ الفريكونسي تكون عبارة عن 5 متر على كل التانجنس وكل الكيرفز، فهي على التانجنس 5 وعلى الكيرفز 5، كذلك على سبايرال انا ما عندي اي سبايرال، كذلك على الفيرتيكال كيرفز برضو 5 متر، اسف عملت كانسل، 5 5 5
هاي ابلاي، هيك حيوقع بنشئ اللي في الكوريدور. اوكي، لو بدي اطلع على الكوريدور عن طريق الاوبجكت فيور، مثل ما احنا شايفين لان لوب فعمل لي زي تداخل في المنطقة الوسطى، فلحتى اقيم هذا التداخل والخطوط الزائدة في الكوريدور راح اعمل قطع في اللوب، فراح افوت على الكوريدور بروبرتيز. الكوريدور عند منتي عند 1155.61، راح اخذ عند 1155، يعني تقريبا بدي انقص من متر. فتنقيصة المتر من الكوريدور راح تخفي عندي التداخل. نعمل Objective Viewer، مثل ما احنا شايفين هي راح كل التداخل اللي عندي. مبدئيا راح اعمل سطح توب للكوريدور، اروح على قائمة سيرفيس، راح يكون عبارة عن سطح التوب R1 كوريدور داش توب، وسبيسيفاي كود راح يكون هو عبارة عن التوب، وراح ادخل اد از بريك لاين، والاوفر هانج راح يكون عبارة عن التوب لينكس، والباوندري اكستنت از تو اوتر. اوكي، هي هيك عمل لي سطح توب للكوريدور. راح اعمل كذلك سطح بحيث ان يمثل لي الساحة الداخلية للمضمار، فبكل بساطة راح اعمل فيتشر لاين من هاي النقطة اللي عندي هان، واللي هي عبارة عن اخر نقطة في الشولدر الموجود على اليسار، واللي النقطة راح يكون الكود الها الاي بي اس، يعني end of paved shoulder، اللي هي بالضبط هاي النقطة. راح احولها لفيتشر لاين، راح اعمل سيلكت على الكوريدور، وراح اختار فيتشر لاين فروم كوريدور، راح اختار اول. انا هاي هي النقطة اللي هي end of paved shoulder EBS، منطقة الليفت، ولكن راح اقيم السيلكت عن كل الموجود، وراح اختار فقط ان هاي هي النقطة، راح اعملها extract. فهيك حول لي هاي النقطة لفيتشر لاين، ولكن حتى اقدر استخدم هذا الفيتشر لاين راح اقيم الدايناميك عن هذا الفيتشر لاين، فبحيث اني اقدر استخدمه وادخله على الاسطح. فراح اعمل بالرايت كليك وراح اضغط على ريموف دايناميك لينك، فهيك صار عندي فيتشر لاين قابل اني اقدر اشتغل عليه. راح اعمل سطح جديد بمثل الساحة الداخلية، راح اسميها كورد. اوكي، وراح اختار هذا الفيتشر لاين وادخله على السيرفيس كورد از بريك لاين. اوكي، لو بدي اشوف السطح تبع الكورد، فهذا هو السطح اللي انشأ لي اياه، اللي هو بمثل لي الساحة الداخلية للمضمار. فلو بدي اطلع على السطح للمضمار، السطح للساحة الداخلية، وعملنا Object Viewer، فهيك بظهر عندي الوضع. راح اعمل سطح جديد وراح اضم كل الاسطح اللي انا عملتهم، فراح اعمل create surface، راح اختار السطح واسميه مثلا composite. اوكي، سطح الكومبوزيت راح اضغط عليه واختار من edit واعمل paste surface، راح اختار بداية الارض الطبيعية، ومن ثم راح اضغط كمان مرة paste surface، ولكن هاي المرة راح اختار R1 corridor top، واخيرا راح ادخل سطح الكورد عليه.
بعد ما أنشأت سطح الكومبوزيت راح أخفي كل الأسطح اللي أنا عملتهم، فراح أختار إنه يكون ستايل النو ديسبلاي بحيث لا يبين إن عندي لا في البلان ولا في الموديل. سطح الانجيل برضو راح أختار ستايل إنه يكون نو ديسبلاي، كذلك سطح الكارد نو ديسبلاي. فلو بدي أطلع هالكي على سطح الكومبوزيت وضو التريانجلز مع البوردرز، فهذا هو السطح النهائي اللي عندي لمضمار السباق. ولكن قبل ما أبلش أنزل في المركبات بدي أعمل توطة لهذا السطح بمقدار سنتي واحد، يعني إشي خفيف بحيث إنه يظهر عندي الكوريدور لما أنا أعمل أنيميشن للسيارات. فراح اختار السطح ومن edit surface راح اروح على raise lower surface وراح انقصه بمقدار خفيف، راح يكون عندي مثلا سنتي او 2 سنتي، راح اختار مثلا انه يكون سنتي ونص بحيث انه يظهر عندي الكوريدور. هلا هيك نوعا ما الموديل عندي جاهز للمضمار، راح اشتغل على اني اعمل انيميشن للتصميم اللي عندي. راح اروح على الفيكل تراكنج، راح اخذ الاوتو درايف، راح اختار السيارة من قائمة 3D Presentation Vehicles، راح اختار كارز، راح اخذ مثلا سيارة سريعة اللي هي اللامبورجيني، راح اعمل البروسيد، راح اعمل نو. قائمة السطح راح اختار من الفاينل سيرفيس يكون عندي الكومبوزيت، وراح اعمل تيك على بروجكت بلان انتو فاينل سيرفيس اوكي، وراح انزل سيارة لامبورجيني على المسار. راح امشي السيارة على المسار. آخذ سيارة أخرى وأنزلها على المسار، راح آخذ مثلا المازدا RX7 بروسيد. هيك احنا بنكون جاهزين لنعمل الانيميشن. بعمل سيليكت للسيارتين الانيميت، بعمل فلاي باي كاميرا، مثل ما احنا شايفين ظهر عندنا السيارات مع الارض مع المضمار، ولكن حتى اكيم التريانجلز والخطوط سواء عن السيارات ولا سواء عن الأسطح. راح أرجع راح أضغط من فوق على to do wireframe، وراح أقول visual style manager، وراح أختار realistic من show image setting show، راح أختار none. بعدها راح أعمل select وفوت على الأنيميت وفلاي باي كاميرا. المفروض هيك يخفي لي كل الخطوط مثل ما احنا شايفين. هلا بقدر اني اعمل الانيميت ومشي السيارات، راح اعمل بلاي. بامكاني اني اتحكم في زاوية الرؤية من خلال هذا الشريط.
مثل ما احنا شايفين واضح عندنا السوبر إيفيشن العالي في الإخراج، احنا عملنا 15% وهذا واضح عندنا في إخراج الـ 3D والأنيميشن. هيك بنكون وصلنا لنهاية الدرس، بتمنى إنكم تكونوا استفدتوا. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، أشكركم جزيل الشكر على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.